بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناتي قناة فيصل ترى. النهاردة درسنا هيكون عن كيفية تحويل أوراق سكانر إلى صيغة البي دي اف على الباوربوينت، وهنشوف مع بعض هنعمل كده إزاي على الباوربوينت. اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وهتشوف كل جديد على قناتي قناة فيصل طرا. وقبل ما ندخل على برنامج الباوربوينت هنشوف ورق السكانر اللي عايزين نحوله للبي دي اف. هو ده ورق السكانر اللي عايزين نحوله للبي دي اف من خلال الباوربوينت، وهنشوف مع بعض هنعمل كده ازاي. هنفتح برنامج الباوربوينت زي ما انتم شايفين، واول خطوة هنعملها هنختار الخيار ده بلانك، هنخلي الشريحة فاضية من غير اي حاجة. طب الخطوة اللي بعديها هنروح عند ديزاين، وهنروح عند الخيار ده سلايد سايز، ونختار الخيار ده ونختار ونعمل تشيك على كده على الخيار ده، ونختار A4 بيبر ونقول له اوكي وندوس تاني. كده بقت الشريحة على شكل ورقة A4. طب احنا عندنا 7 ورقات سكانر، يبقى عايزين 7 شرايح او 7 خلايا. هندوس كليك على نيو سلايد 6 مرات، 1 2 3 4 5 6، كده عمل 7 شرايح. دلوقتي الخطوة اللي بعد كده هندخل الورق، هنروح عند ديزاين، هنروح عند فورمات باك جراوند، هنختار الخيار الثالث وندوس فايل اهو. هجيب لكم الورق فين، اهو اوراق سكانر، وكليك بالترتيب 1 عند رقم 1. طيب زي ما انتم شايفين الهوامش مش ظاهره، هنعمل فيها ايه؟ شايفين الخيار ده، هنعمل عليه تشيك وهنلغي التشيك، هتلاقي الورقة رجعت بقت مظبوطة على الخلية. وكذلك في باقي الورق هنعمل كده برضو، تابعوا معايا. شايفين اهو، هعمل تشيك وهلغي ايدي تشيك. ياريت تتابعوا معايا خطوة بخطوة الخطوات. ادي فايل، هندخل ونختار الورقة، هنعمل تشيك هنا ونلغي التشيك رقم 3. نفس القصة برضو رقم 4 برضو هنعمل تشيك وهنلغي التشيك. كده انتهينا دلوقتي، دخلنا كل الورق بتاع السكانر قدامكم اهو، ال7 ورقات السكانر. دلوقتي الخطوة الجاية احنا عايزين هنحولها لصيغة بي دي اف. هنروح عند فايل سيف از، نختار مكان الحفظ الديسكتوب مثلا، نقول له كده الديسكتوب، هنقول سكانر، ونختار هنا الخيار من تحت، نختار البي دي اف ونقول سيف، نستنى لغاية ما يحول لصيغة البي دي اف. كده حول ورق لصيغة البي دي اف، ال7 ورقات زي ما انتم شايفين.
يا رب يكون الدرس عجبكم، يا رب يكون استفدتم من الدرس. ما تحية قناتي قناة فيصل طرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة، وهتشوف كل جديد على قناتي قناة فيصل طرة.